الطائرة الروسية سوخوي 34. الطائرة الروسية سوخوي 34 هي طائرة مقاتلة قتالية متعددة الأدوار تم تطويرها بواسطة شركة سوخوي الروسية. تم تصميمها لتعزيز القدرات الهجومية والدفاعية للقوات الجوية الروسية، وتعتبر خليفة للطائرة سوخوي 27. المميزات الفنية: الأداء، السرعة القصوى 2100 كيلومتر في الساعة. مدى الطيران يصل إلى 3600 كيلومتر. الحمولة القصوى 8000 كيلوغرام. الأسلحة: الصواريخ الجوجو تحمل صواريخ قصيرة المدى مثل R 73، وصواريخ طويلة المدى مثل R 77 و27. الصواريخ الجو أرض تحمل صواريخ مختلفة مثل كياتش 29 و31 و59. القنابل تستخدم قنابل مختلفة مثل فاب وكاب وأوربيكا. صواريخ مضادة للسفن تحمل صواريخ مضادة للسفن مثل كايديتش 35. الأنظمة والتقنيات: الرادار، تزود السوخوي 34 بالرادار فاعل على مسافات بعيدة ورادار عابر على مسافات قريبة لكشف وتتبع الأهداف الجوية. أنظمة الدفاع الجوي: تحتوي الطائرة على أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة مثل منظومة تعتيم الإشعاع ونظام الاعتراض بالأقمار الصناعية. التكنولوجيا المتقدمة: الطيارة الرقمية، تعتمد السوخوي 34 على تقنيات الطيران الرقمية المتطورة، مما يعزز دقة التحكم ويسهل عملية الملاحة والاستهداف. تسلل وتخفي: تتميز الطائرة بتصميمها المخفي وتقنيات التسلل التي تقلل من توقعات الرادارات المعادية لاكتشافها. تعد الطائرة الروسية سوخوي 34 من أحدث وأقوى الطائرات الحربية في ساحة القوات الجوية العالمية. تجمع بين الأداء العالي ومجموعة واسعة من الأسلحة المتطورة والتكنولوجيا المتقدمة. تعزز قدرة روسيا على تحقيق الهيمنة الجوية وتنفيذ العمليات العسكرية بفعالية عالية. تلبي السوخوي 34 احتياجات العمليات العسكرية المتنوعة، بما في ذلك الهجوم الجوي والتحكم الجوي والاستطلاع والدعم الجوي للقوات البرية والبحرية.